السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أخواني وأخواتي الطلبة، إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلام. نبتدي إن شاء الله اليوم محاضرتنا لهذا الأسبوع اللي هي راح تكون تكملة للآيرون برودكشن وعمليات إنتاج الحديد اللي حكينا عنها بالمحاضرات السابقة. اليوم محاضرتنا عرفنا الفرن العالي من شنو يتكون، شنو المناطق اللي يتألف من عندها، وشنو كل منطقة شنو راح تكون بها حالة الشحنة وشنو راح يصير بها. اليوم راح ناخذ الكيميكال رياكشن اللي هي التفاعلات الكيميائية اللي راح تحدث داخل الفرن حتى تعطينا بالنتيجة النهائية الهوت ميتر. الكيميكال رياكشن اللي هي التفاعلات الكيميائية. The basic reactions that control the iron making process. التفاعلات الأساسية basic reaction يعني التفاعلات الأساسية ذات control التي تسيطر على عملية إنتاج الحديد، على عملية تصنيع أو عملية إنتاج الحديد. That control the iron making process are relatively few and simple. تكون تفاعلات قليلة وبسيطة. They are the reaction، وهذه راح تشمل التفاعلات ما بين carbon, oxygen, iron and it is oxide. فراح تكون التفاعلات ما بين الكربون والأكسجين والآيرون وأكاسيدهما. And those that led to the formation of slag. واللي راح تكون لنا السلاك. يعني راح تكون عندنا مجموعتين من التفاعلات، التفاعلات اللي نسميها بتفاعلات الريدكشن أو الاختزال اللي راح تكون ما بين الكربون والأكسجين والآيرون وأكاسيدهما، والتفاعلات اللي راح تتكون لنا الاسلاك. فعندنا مجموعة التفاعلات اللي هي نسميها الريدكشن، التفاعلات الاختزال، وتفاعلات تكوين الاسلاك. ريدكشن of for reaction of carbon، تفاعلات الكربون. بداية العملية تبدأ باحتراق الكربون أو بتحرر الكربون. احنا قلنا عندنا فحم، هذا الفحم لما راح يدخل الهواء الساخن راح يبدي يشتعل، فهذه هي المرحلة الأولى. The oxygen in the blast، الأكسجين اللي بالعصف اللي بالهواء اللي جاي ندخله react with the incandescent carbon، تعني الكربون المتوهج، هذه يعني المشتعل يعني صاير احمر مثل ما نقول مجمر. فالاكسجين لما راح يواجه هذا الكربون اللي هو ناتج عن فحم الكوك to produce very high temperature، راح يولد لنا حراره عاليه. الأكسجين لما يتواجه، أول ما يدخل الأكسجين لما ندخل الهواء راح يواجه الكربون المشتعل أو المتوهج، فراح راح يتفاعلون كأنه مع بعضهم، هذا التفاعل ينطينا حرارة. الحرارة من ناتجة من التفاعل. فالكربون لما يتفاعل مع الأكسجين يكون ثنائي أكسيد الكربون، وهذا يعتبر تفاعل باعثا للحرارة، فهو اللي سبب لنا زيادة حرارة الفرن. فهذا راح يحدث، يكون أول تفاعل اللي راح يحدث في منطقة التويررز اللي هو كنا منطقة داخل الهواء. The incandescent carbon، هذا الكربون المتوهج rapidly radius، مباشرة راح يختزل the CO2، راح يختزل الثنائي أكسيد الكربون. بس انتبهوا لي، خلي السرعة تكون واضحة. أول خطوة أو أول عملية بدينا نضخ الهواء من منطقة التويرر اللي هو عبارة عن أوتو داخل الفرن، هذا ضخيناه إلى داخل الفرن. داخل الفرن شنو عندنا؟ عندنا فحم الكوك اللي هو جاي مشتعل، عبارة عن كربون وعاش قلنا، فعبارة عندنا عن كربون. فأول خطوة راح يتفاعل الكربون مع الأكسجين يكون لنا ثنائي أكسيد الكربون، واللي هو هذا قلنا تفاعل باعث للحرارة. ولكن بوجود الكربون اللي داخل الفرن، مباشرة هذا ثنائي أكسيد الكربون مباشرة يختزل من الكربون إلى أحادي أكسيد الكربون، يعني يرجع يتفاعل مباشرة مع ثنائي أكسيد الكربون، يتفاعل مع الكربون ينطينا
وحادي أكسيد الكربون. يعني شنو؟ يعني عندنا هذه ذرات كأنه كربون كثير أكثر من الأكسجين، فهذه ذرات الكربون المتحررة من عملية اشتعال الكوك تحتاج أكسجين، فمن تسحبه؟ تسحبه من هذه ثنائي أكسيد الكربون، تحوله إلى ذرتين من أحادي أكسيد الكربون. وهذا التفاعل يعتبر تفاعل ماس للحرارة بعكس التفاعل الأول. فأولاً الكربون راح يتفاعل مع الأكسجين يكون ثنائي أكسيد الكربون، وهذا ثنائي أكسيد الكربون مباشرة راح يختزل من قبل الاختزال، هو عملية سحب الأكسجين، فمباشرة راح يختزل هذا ثنائي أكسيد الكربون بالكربون أو يختزل الكربون مباشرة يحوله إلى ذرتين من أحادي أكسيد الكربون، واللي هو هذا المهم بعملية الاختزال اللي راح تحصل للحديد. The first reaction is highly exothermic. بالنسبة لي التفاعل الأول هذا اللي حكينا عنه إنه جاي يتكون عندنا ثنائي أكسيد الكربون، وثنائي أكسيد الكربون نسميه بالدايوكسيد، بينما الأحادي أكسيد الكربون نسميه مونو أكسيد. هذا التفاعل الأول يقول exothermic، والexothermic يعني باعث للحرارة، مثل ما قلنا heat releasing يعني هو راح يبعث للحرارة. And the second، بينما هذا التفاعل الآخر which mildly absorbed راح يمتص الحرارة heat is called endothermic، يعتبر ماس يسمونه endothermic ماس للحرارة، بينما التفاعل الأول نسميه exothermic اللي هو تفاعل، فهذا راح يكون تفاعل exothermic يعني تفاعل ماس عفوا باعث للحرارة، بينما التفاعل اللي راح يتم به اختزال ثاني أكسيد الكربون إلى أحادي أكسيد الكربون هذا يعتبر endothermic أي تفاعل ماس للحرارة، فهذا راح يبعث لنا حرارة وهذا راح يمص عندنا من الحرارة. The great quantity of heat released by carbon reaction، الكمية الحرارة الكبيرة المنبعثة released منبعثة by the carbon reaction من هذه تفاعلات الكربون melt the boarding material، راح تصهر لنا البوردن ماتيريال قلنا الحمولة أو المادة الشحنة اللي ضاي فيها except the cook itself، ما عدا قلنا فحم الكوك يبقى غير منصهر. In the melting zone بمنطقة الانصهار of the furnace، فهذه الحرارة المنبعثة هي راح تسبب بانصهار الشحنة بمنطقة الانصهار، والmelting zone قلنا هي منطقة البوش اللي راح تصير بها عملية الانصهار. Cook is the only charged material which retain its solid structure while pass through the furnace، وهذا مثل ما قلنا الكوك هو المادة الوحيدة مادة الشحنة الوحيدة اللي راح يبقى على حالة solid خلال مروره داخل الفرن. The cook thus provide the necessary porosity in the hearth، وهذا الكوك اللي يعطينا النفاذية أو البروسيتي يعني فتشي مثقب بروستي يعني يحتوي يعطينا الفجوات in the hearth بمنطقة الهيرث and melting zone ومنطقة الانصهار قلنا منطقة البوش ومنطقة الهيرث هو يعمل كنفاذية يعطينا نفاذية عالية تنفذ من خلالها الملتين ماتيريال بالنسبة للسلاك أو الهوت ميتال. In the hearth and the molten zone as liquid slag and the iron are formed، اللي هي هذه المناطق اللي تكون بيها السلاج والايرون refined and drying away، اللي هي هذه المناطق اللي راح يتشكل بيها او يتكون بيها السلاج والايرون وrefined ويتكرر يعني مثل ما نقول يعني المرحله النهائيه الى and drying away وينزل الى الاسفل. فهذه بالنسبة للعمليات التفاعلات الأولى اللي هو أول تفاعل راح يحدث داخل الفرن هو احتراق تفاعلات الكربون، يبدأ الكربون يحترق. الرياكشن involve iron، هسه هذه الرياكشن الحكين أو التفاعلات الحكين عليها الخاصة بالكربون، التفاعلات الخاصة بالحديد، هسه احترق الحديد
قلنا الفحم راح يتفاعل لنا مع الأكسجين يكون لنا ثنائي أكسيد الكربون، بعدين يتفاعل الكربون ويا ثنائي أكسيد الكربون يكون لنا أحادي أكسيد الكربون، هو هذا عامل الاختزال اللي راح نستخدمه أو راح يختزل لنا أكسيد الحديد اللي هو الـ Fe2O3 أو Fe2O4. التفاعل الأول اللي راح يحصل للحديد راح يكون ما بين 400 إلى 700 درجة سيليزية اللي هو هذا اللي حكينا عليه بمنطقة الستوك، هذه نشوف التفاعلات راح تحدث لنا بمنطقة الستوك. عندنا بمنطقة الستوك راح بدرجة حرارة 400 إلى 700، يعني الشحنة وهي نازلة راح تحدث هذه التفاعلات قبل ما تبدأ عملية الانصهار. فعندنا الـ Fe2O3 اللي هو الهيماتايت راح يتفاعل مع هذه النتج من هذا التفاعل أحادي أكسيد الكربون، النتج عندنا من هذا التفاعل يتفاعل مع أحادي أكسيد الكربون، قلنا هذا شنو عامل اختزال، وعامل الاختزال شنو وظيفته؟ يسحب الأكسجين. ولكن هنا عندنا بخامات الحديد عندنا نوعين من درجات حرارة عالية ودرجة حرارة واطية، عندنا يسمونه تفاعل يسمونه اختزال مباشر واختزال غير مباشر. احنا شنو عندنا؟ عندنا خامات الحديد اللي هي Fe2O3 وعندنا Fe2O4 اللي هو الحديد خام اكسيد حديد ثلاثي اكسيد حديد رباعي، وعندنا احادي اكسيد الحديد اللي هو FeO. فعندنا العملية يا اما تتم بصورة، يعني راح تشوفون اكو مثلا شروحات او كتب يختزل لكم مباشرة هذه الـ Fe2O3 الى FeO الى اكسيد حديد احادي. هذا التفاعل يسمونه تفاعل اختزال مباشر، يعني مباشرة من ثلاثي يتحول الى احادي. لكن الاعم انه اكسيد الحديد الثلاثي بالبداية راح يتحول الى اكسيد حديد رباعي بأي الأكسيد الحديد الثلاثي من الحرقة مباشرة يتحول إلى أكسيد الحديد أو يعني المسخن يتحول يتفاعل أول مرة لأنه يعني كأنه ناقص أكسجين يتحول إلى رباعي، بعدين هذا يرجع يتفكك يتحول إنه إلى أكسيد حديد أحادي. فنشوف العملية راح تصير بهذه الطريقة، إنه إحنا بالبداية عندنا أكسيد حديد ثلاثي راح يتفاعل مع أحادي أكسيد الكربون يكون لنا بالبداية أكسيد حديد رباعي اللي هو المغنتايت مع ويحرر لنا CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون. وتنتبهون فقط على شغلة إنه الرسم اللي عندكم المعادلات البي ما موزونة، تعرفون المعادلة الكيميائية لازم تكون موزونة، فمن تكتب المعادلة تنتبه على وزن المعادلة وشون نوزن المعادلة الكيميائية. نبدي بالعناصر عنصر عنصر، عندنا مثلا Fe لازم العدد نسميها عدد ذرات في الطرف الأيمن تساوي عدد ذرات في الطرف الأيسر، فهسه عندنا 2 من الحديد هنا قد عندنا B2، عندنا ذرتين من الحديد، بس انتبهوا وياي هاي ذرتين من الحديد، هنا عندنا 3 فهذه تضرب بهذه العناصر كلها، فاثنين في 3 شقد صار عندنا حديد، عندنا 6 ذرات حديد بهذا الطرف. هسه هنا بعد ما عندنا حديد فماكو، لازم نساويها بالطرف الثاني. هسه الطرف الثاني عندنا هذه 2 وهذه 2 هاي 4 فهذه هم ما موزونة، لازم تحتاج الى تعديل. فهذه هسه 2 في 2 هذه 4، احنا منها عندنا 6، لازم هذه نسويها 3 حتى تصير هذه 6. نجي الى الاكسجين، الاكسجين هذا 3 في 3 9 وهذه وحدة هاي 10، هذه قلنا راح تصير 4 وهنا قلنا راح تصير عندنا 3 راح تصير اكثر، لازم نضرب هذه بعد، هذه راح تصير عندنا 3 هنا حتى يتساوي الحديد، تصير هذه 3 فهذه راح تصير 12 ومنها 2 راح يصير 14 عفوا هذه 4 في 3 خلينا نشوف هنا عندنا المعادلة الموزونة
انه هذه تسويها بطريقه انه تسوي التوازن المعادله بطريقه تصير جميع العناصر متساويه على الطرف. العفو هذه هنا المشكله، هذه عدلوها فقط FE3، هذه المغنتايت FE3 O4، فهسا هذه تصير تمام. هسا عندنا 2 في 3 ها صارت الحديد 6، وهذه 2 في هذه انتبهوا عليها بس عدلوها من المحاضرة، 2 في 3 هذه اذا صارت 6، فصار عندنا الحديد هسا متساوي. نجي الى الاكسجين، عندنا هذه الاكسجين هنا 4 في 2 هذه 8، وهذه منها 2 صاروا 10 عندنا بهذا الطرف. هنا عندنا هذه 3 في 3 صارت 9، وهذه وحدة صاروا 10، فهسه الأكسجين أوكي تساوى. بقى عندنا الكربون، هذه كربون وحدة وهذه كربون وحدة، فهسه المعادلة صحيحة متوازنة. عندكم فقط هذه أحادي أكسيد، عفوا رباعي أكسيد الكربون اللي هو المغنتايت هو Fe3O4، هذه فقط عدلوها، وهذه أيضا راح تصير Fe3O4، انتبهوا عليها هذه. فهذا هو التفاعل الأول، راح يتحول عندنا الهيماتايت إلى ماجنتايت ويحرر عندنا ثنائي أكسيد الكربون. بعدين الهيماتايت أو عفوا ماجنتايت راح يرجع يتفاعل مع غاز أحادي أكسيد الكربون ويكون لنا بهذه النتيجة أحادي أكسيد الحديد وثنائي أكسيد الكربون، وهذه أيضا تنتبهون على موازنة المعادلة. فعندنا الـ Fe3 راح تتفاعل عندنا ويا الـ CO ويا الـ CO، فهنا عندنا 3O، ننتبه للـ OH قد هذه 2 وهذه 4 هذه 6، هنا عندنا 4 وهذه 2 هذه 6، كربون 2 وهذه 2، بقت عندنا الـ Fe لازم تصير 3. نعيد موازنتها هذه هسه فقط التعديلات اللي لكم عليها عدلوها على المحاضرة. هسه هذه عندكم هنا 3، هنا حتى هذه نوازنها، هذه ما نحتاج هنا نضربها في 2، ولا هذه تحتاج نضربها في 2، فهسه صارت عندنا هذه تصير 3 فقط، فصارت عندنا الـ Fe3 3 وهذه 3، الأكسجين عندنا هنا 4 وهذه وحدة 5، هنا 3 هذه مضروبة بهاي 3 فهذه 3 وهذه 2 هذه 5، والكربون وحدة بوحدة، فهذه انتبهوا عليها التعديلات عدلوها. يعني هسه هذه هنا ما يحتاج نحط 2 بعد، وإن شاء الله دزل لكم أنا صورة بالتعديلات، هذه ما انتبهت عليها قبل ما أرسل لكم الفيديو المحاضرة. فهذه راح يصير 3 وهذه 2 راح تروح. هسه صار عندنا التفاعل الأول إنه تفاعل عندنا الهيماتايت تحول إلى ماجنتايت، بعدين الماجنتايت راح يتفكك إلى أحادي أكسيد الحديد. بعد التفاعل الثاني اللي هو هذا قلنا نسميه بالتفاعل او الاختزال الغير مباشر، انه يتحول لنا اول مره الى ماجنتايت، بعدين يتحول الى هيماتايت، واكو اختزال مباشر اللي هو مباشره يتحول لنا الى هذه النتيجه النهائيه اللي هو اكسيد احادي اكسيد الكربون، عفوا احادي اكسيد الحديد وثاني اكسيد الكربون من هذه التفاعل الاول. ف التفاعل الثاني راح يكون بدرجه حراره ما بين 700 الى 1000 درجة سيليزية، يعني تقريبا وصلنا نهاية منطقة الستوك. فعندنا هذا الناتج اللي هو احادي اكسيد الحديد اللي نتج عندنا من التفاعل هذا راح يتفاعل كذلك مع احادي اكسيد الكربون. جاي تشوفون هو عامل الاختزال هو احادي اكسيد الكربون باعتبار انه هو ناقص اكسجين فيحتاج يسحب بعد اكسجين، فيتفاعل هالمره راح يحرر لنا الحديد، صار عندنا بيور ايرون وثنائي اكسيد الكربون. وشفت همينة الموازنة، عندنا هذه هنا واحد حديد وهنا واحد حديد فما بيها مشكلة، هذه أكسجين واحد وهذه واحد
وهذه منها اثنين صارت تمام، وهذه الكربون هنا وحده وهنا وحده، فهذه موازنتها مضبوطه. هذا التفاعل الثاني. التفاعل الثالث راح يكون بدرجة حرارة ما بين 1000 إلى 1400، اللي هذه راح تبدي عمل، هذه اللي نسميه يعني راح تبدي عندنا أكو كمية من الحديد، أكسيد الحديد بقت راح تتفاعل مع الكربون فقط. هذه وين المنطقة؟ هذه المنطقة راح نوصل تقريبا بنهاية البوش داخلين بالتويرر، عندنا كربون، فالكربون راح يتفاعل مع أكسيد الحديد المتبقي يكون لنا أو يحرر لنا أيضا الحديد وأحادي أكسيد الكربون. فهذه هي التفاعلات الخاصة بالحديد. والتفاعل الأخير اللي هو قلنا نسميه بتفاعل الكربنة أو الكربورايزيشن، عملية الكربنة راح تحدث في منطقة الهيرث، راح تكون بدرجة حرارة تراوح ما بين 1400 إلى 1500، اللي هي قلنا بالنهاية بنهاية منطقة الهيرث، اللي راح يبدأ عندنا الماء الايرون metal as it is dissolved carbon، راح يبدأ الكربون يذوب عندنا بالحديد. فهذه تفاعلات الحديد. كربون مونوكسيد، أحادي أكسيد الكربون يسمى بالكربون مونوكسيد، والثنائي كربون ديوكسيد is the main reducing agent، هو قلنا مثل ما شفنا هو عامل الاختزال أو غاز الاختزال الرئيسي، هو عامل الاختزال الرئيسي هو أحادي أكسيد الكربون، جاي نشوفه هو اللي جاي يختزل لنا الحديد. بالبداية يحول لنا هيماتايت إلى ماجنتايت، بعدين ماجنتايت إلى أحادي أكسيد الكربون، بعدين يحرر لنا الأيرون أو البيور أيرون، والتفاعل الأخير هو أكسيد الحديد راح يتفاعل مع الكربون حتى يحرر لنا الحديد المتبقي. At temperature of above 1000 degrees centigrade، درجة حرارة 1000 درجة سيليزية. The results CO2 react in CO2 ناتج reacts with the cook، راح يتفاعل مع الكوك to produce the more CO. هذا مثل ما قلنا احنا بالبداية، الكربون يتفاعل مع الأكسجين يتحول يكون ثاني أكسيد الكربون، إنه ثاني أكسيد الكربون يبدي يتفاعل ويا الكوك ويا الكربون حتى يحرر لنا بعد أحادي أكسيد الكربون. So the FeO اللي هو أحادي أكسيد الحديد appear to react، راح يظهر هذه هنا ليش ظهر عندنا أحادي أكسيد الحديد جاي مننا، يعني في هذه المنطقة منطقة التويرر، وراح يرجع ثنائي أكسيد الكربون يتفاعل مع الكربون حتى يكون لنا أحادي أكسيد الكربون. هنا شنو نقص؟ نقص أكسجين، الأكسجين يعني كأنه تحرر أكسجين، فهذا الأكسجين شو راح يصير؟ إحنا صار عندنا بيور آيرون، شوفون إنه هنا حصلنا بيور آيرون، إنه برجع عندنا أكسيد الحديد، فهذه نتيجة هنا عندنا بيور آيرون، وهنا عندنا صار عندنا أكسجين متحرر، راح يتفاعل الحديد ويا الأكسجين يكون أحادي أكسيد الحديد من جديد، فهذا الناتج يتفاعل إنه ويا الكربون حتى يرجع لنا الحديد بيور. So the FeO appear to react، فراح يظهر عندنا ال FeO حتى يتفاعل directly، وراح يتفاعل مباشرة with the carbon اللي هو بهذا التفاعل الثالث. Hydrogen H2 from the moisture stream in the hot blast and from supplementary fuel behave similarly to CO. مرات عندنا نسبة من الهيدروجين اللي هي جايتنا من نسبة من الرطوبة، ممكن تجينا بالهوت بلاست اللي بالهواء الساخن، ممكن تكون بيه نسبة من الرطوبة، فهذا ال H2O راح يعمل عمل CO، يعني يعمل عامل اختزال. ال H2O شي يسوي؟ هم يسحب الأكسجين يكون لنا H2O ويتحرر بشكل بخار ماء يعني ويتحرر. The fully reduced iron، الحديد المختزل بالكامل، fully reduced يعني اللي اختزلناه كاملا، اللي هو هذا بالنهاية حصلنا على Fe، can only become molten، ممكن انه يصبح فقط منصهر after its absorbed carbon، ممكن انه يصبح منصهر
فقط بعد أن يمتص الكربون، اللي هي هذه المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الكاربورايزيشن. And so the final reduction carburization آخر اختزال اللي سميناه بالكربنة in the molten zone بمنطقة الانصهار in extraminally complex. وهذه العملية تكون عملية معقدة، عملية ذوبانية الكربون وتداخلها، وهذا التفاعل الكيميائي اللي يحصل يكون تفاعل يعني كيميائي على انتشار على يعني معقد، فما ندخل بتفاصيله. فهذه هي التفاعلات الأساسية اللي راح تحدث، انه هسه تفاعل عندنا الكربون، حررنا لنا هذه اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون، وبعدين عمليات اختزال الحديد بهذه الخطوات. السلاك فورميشن، تكون التفاعلات الأخيرة اللي هي تفاعلات تكون السلاك. In modern practice the great majority of flux is gonna the flux is introduced through center as كلاسايد. يعني الفليكس راح يضيفونه ككلاسايد، واللي قلنا هو أكسيد الكالسيوم. Note that when present MgO reacts similarly throughout أو بشكل أكسيد منغنيز. Any lump limestone add with the bordering decomposes rapidly and the decomposition is normally completed at 1000 degrees centigrade. الكتلة الليمستون اللي نضيفها ويا الشحنة decomposes راح تتفكك مباشرة rapidly بسرعة. And the decomposition وهذا التفكك is normally completed وعادة يكتمل بدرجة حرارة 1000 درجة سيليزية، والألف درجة سيليزية هي وين؟ نهاية منطقة الستوك. فنهاية منطقة الستوك راح يبدأ يتفكك عندنا اللايمستون اللي حكينا عليه، اللي هو عبارة عن كربونات الكالسيوم. وتفاعل التفكك راح يصير CaCO3 تتفكك، تطينا CO أكسيد الكالسيوم زائدا CO2. يعني هذه تشوفون هذه الـ O3 راحت وحدة ويا الكالسيوم بقت وتحرر CO2، فهذا تفاعل التفكك is highly endothermic. وهذا التفاعل قلنا endothermic يكون ماس للحرارة. It is much preferable for this reaction to occur elsewhere than in the furnace bosh. وهذا التفاعل يكون من المفضل انه يحدث عندنا بمنطقة او بالقرب من البوش، وقلنا هذا راح يحدث بمنطقة نهاية الستوك. The result CO وهذا أكسيد الكالسيوم الناتج enter the fusion zone راح يدخل إلى منطقة الانصهار اللي هي منطقة البوش and combine ويتحد with silica مع السيليكا، والسيليكا هي الرمل أكسيد السيليكون and alumina وأكسيد الألمنيوم اللي هي هذه أكسيد الألمنيوم أو الألمنيوم هي عبارة عن أطيان الطين، هذا الطين، والسيليكا هو الرمل اللي هي عبارة عن شوائب إجت النوية الخام من ضفنا to form a liquid slag. فراح يتفاعل عندنا CaO أو أكسيد السيليكون ناتج من تفكك الليمستون ويا أكسيد الكالسيوم، يتفاعل مع أكسيد السيليكون وأكسيد الألمنيوم حتى يكونون السلاك. The most significant properties of the slag يعني مميزات هذا السلاك are it is melting point. أهم مميزاته هو درجة انصهاره and fluidity اللي هي قلنا الفلويدتي السيلانية so that it can be removed from the furnace easily. ولذلك ممكن إنه تكون عملية إزالته من الفرن عملية سهلة. And it is basicity والبيسيسيتي اللي هي القاعدية، تعرفوا عندنا مواد حامضية ومواد قاعدية. فهذه يعني درجة الحموضة أو درجة القاعدية the ratio of the basic oxides mainly C,
2AO اللي هو أكسيد الكالسيوم 2 أسيد أوكسيد مينلي SiO والبيسيسيتي يقصد بها نسبة الأكاسيد القاعدية إلى الأكاسيد الحامضية. والأكاسيد القاعدية يقول لك هي أكسيد الكالسيوم، والأكاسيد الحامضية الأسيد أوكسيد اللي هي الأكاسيد الحامضية هي أكسيد السيليكون. Which determine it is chemical affinity for silver, silicon and magnesium. وهذه البيسيسيتي، هذه القاعدية، نسبة الأحماض أو نسبة الأكاسيد الحامضية إلى الأكاسيد القاعدية إلى الأكاسيد الحامضية هي اللي راح تتحكم بالألفة الافينتلي الألفة الكيميائية إلى السيلفر السيليكون والمنغنيز. يعني اعتمادا على هذه النسبة راح تتحد ويا الاسلاق هذه العناصر السيلفر والسيليكون والمنغنيز. فهذه ما يخص تكوين الاسلاق، انه راح يتفكك عندنا اللايمستون اللي هو عبارة عن كربونات الكالسيوم يتفكك إلى أكسيد الكالسيوم. هذا أكسيد الكالسيوم راح يتفاعل مع الأكاسيد الباقية وكأنه ويذوب وياها، يتفاعل وياها ويكون عندنا الإسلاك اللي هو راح يكون عبارة عن مجموعة قلنا من الأكاسيد، أكسيد سيليكون، أكسيد ألمنيوم، وأكسيد الكالسيوم. Other reaction، تفاعلات أخرى اللي هي ممكن تحصل داخل الفرن. The percentage of silicon and silver، هذه العناصر اللي حكينا عنها موجودة عندنا بالنهاية في الهوت ميتال، قلنا يحتوينا على نسبة من سيليكون من سيلفر ومن المنغنيز. فعندنا نسب أو من السيليكون من السيلفر in the molten iron can be controlled، ممكن نسيطر عليها. يعني كانت هي بالبداية أعلى من النسب اللي حكينا عنها، ولكن نتيجة تفاعلات سويناها داخل حتى نقللها إلى هذه النسبة. Can be controlled to certain degree إلى درجات يعني معينة by the furnace operator بواسطة مشغل الفرن. يعني الشخص اللي جاي يدير الفرن هو يتحكم بهذه النسب، ياخذ عينة ويشوف هذه النسب العناصر هذه شقد وصلت نسبتها ضمن المطلوب أو مو ضمن المطلوب، اللي هو نقصدهم السيليكون الفسفور المنغنيز هذا الكبريت اللي قلنا عندنا هذه العناصر اللي ما ممكن إنه تزال من الحديد، ولكن نقدر فقط إنه نقلل نسبها إلى النسب الممكنة. The percentage of phosphor and manganese، نسبة الفسفور والمنغنيز however are dependent on the composition of the raw material. بالنسبة للمنغنيز والفسفور هذه تعتمد على composition of the raw material، تركيب المادة الخام اللي جاي نستخدمها بالاستخلاص اللي هي خام الحديد. The total silica load، total silica load يعني أعلى قيمة أو للسيليكا اللي هي قلنا الرمل اللي هي أكسيد السيليكون. The temperature in the foreign hearth and the composition، هذه جاي عدد لك نقاط. The total silica load يعني نسبة العليا للسيليكا. The temperature in the furnace hearth، درجة الحرارة بمنطقة الهيرث. The composition of slag، التركيب للسلاج. Control the amount of the silicon which will dissolve in iron. هذه العوامل عندنا، هذا العامل الأول اللي هو نسبة الكلية للسيليكا، درجة حرارة الهيرث باعتبار هذه السيليكا هي عبارة عن رمل درجة حرارة انصهارة عالية، فدرجة المنطقة الهيرث راح تكون مهمة. Composition of slag، تركيب الاسلاج هذه ثالثا. كل هذه العوامل هي راح تسيطر control the amount of silicon، راح تسيطر لنا على نسبة السيليكون اللي راح تتواجد أو راح تذوب بالمعدن النهائي بالآيرون النهائي. فهسه احنا شنو قلنا عندنا؟ عندنا منغنيز، عندنا فسفور، عندنا سيليكون، وعندنا سيلفر، هذه العناصر اللي حكينا عنها. بالنسبة يقول للسيلفر والمنغنيز هذول يعتمدون على الكومبوزيشن اوف raw material، يعتمدون على تركيب المادة الخام. هذه خلصنا منها. نيجي للسيليكون، يقول السيليكا كمية السيليكا اللي داخلة للحمولة ويا اللود أو ويا الشحنة، درجة حرارة الهيرث المنطقة الهيرث بالفرن، وت
التركيب الكيميائي أو الكومبوزيشن للسلاك المتكون. كل هذه العوامل هي راح تتحكم بنسبة السيليكون اللي راح يذوب بالنهاية بالهوت ميتال الناتج. هاي هيرث تيمبريتشر، هذا راح نشوف شلون تأثير هذه العوامل. زيادة درجة حرارة منطقة الهيرث، هاي سيليكون، وإذا كانت يعني درجة حرارة الهيرث عالية جدا، السيليكون نسبة السيليكا عالية اللي هو الرمل قلنا عليه اللي هو أكسيد السيليكون، and low basicity. واللو basicity قلنا عليها اللي هي نسبة الأكاسيد الحامضية القاعدية إلى الأكاسيد الحامضية بالإسلاك. فإذا كانت عندنا low basicity وعندنا منطقة الهير درجة حرارتها عالية والسيليكا اللي مضافة نسبتها عالية، tends to increase the silicon content of the product. هذه إذا زادت هذه العوامل، إذا كانت درجة حرارة الهيرث عالية والسلاج قلنا composition of slag يقول البيسيسيتي للسلاج تكون منخفضة، اللي هي قلنا نسبة الأكاسيد القاعدية للأكاسيد الحامضية. والتوتال لود سيليكا لود كانت كمية السيليكا المضافة عالية أو كمية السيليكا اللي جاية النووية الأورد عالية، كل هذه العوامل راح تؤدي إلى زيادة نسبة السيليكون بالهوت ميتال الناتج أو بالبرودكت الناتج. Since more of these elements can be reduced، لذلك لازم هذه العناصر تقلل اللي هي درجة حرارة الهيرث، السيليكا نسبة السيليكا المضافة أو اللي داخلة النووية الخام، بالإضافة إلى القاعدية قلنا هذه اللي تكون مهمة بالعملية. سيلفر، هسه بالنسبة للسيلفر والكبريت، readily combine with the iron، مباشرة يتحد مع الايرون، and can only be removed، وممكن انه نقلل من عنده او نزيله by contact with basic slag، باتحاده مع السلاج القاعدي، in the presence of carbon، بوجود الكربون، at a high temperature of earth، بدرجة حرارة عالية. يعني نتخلص من السيلفر، راح يعني هو السيلفر من داخلها مباشرة راح يتفاعل ويا الكربون يكون كبريتيز الحديد اللي هو FeS، فهذا راح يتفاعل مباشرة مع الجزء القاعدي من السلاج اللي قلنا هو أكسيد المنغنيز، عفوا أكسيد الكالسيوم اللي هو الجزء القاعدي. قلنا السلاج راح يكون به جزء قاعدي اللي هو CaO، والجزء الحامضي اللي هو SiO اللي هو أكسيد السيليكا السيليكون. فهذا الجزء القاعدي راح يتفاعل مع كبريتيد الحديد بوجود الكربون بدرجة حرارة عالية بمنطقة الهيرث، راح هذا كأنه شفتوا الكالسيوم سحب السيليكا من الحديد والكربون أخذ الأكسجين وتحرر عندنا الحديد من الكربون من الكبريت أو السيلفر. All of the oxide of phosphor، كل أكاسيد الفسفور in the raw material are reduced، تقلل. جاي تشوفون كل الحكي جاي نحكي عن هذه العناصر نقول تقلل، جاي نقلل نسب هذه العناصر ما زلناها 100%. And the resultant phosphor dissolve in the iron، عملية إزالة الفسفور راح تتم بهذه الطريقة. عندنا أكسيد الفسفور يتفاعل مع الكربون ويتحرر عندنا، يعني سحب عندنا الكربون الأكسجين وتحرر عندنا فقط فسفور، فنشفنا أن يكون نسبة عندنا من الفسفور مذابة. هذه الطريقة اللي قلنا أنه إحنا انسحبنا كانت هي هذه العناصر كلها عبارة عن أكاسيد، فحاولنا نسحب من عندها الأكاسيد وقد فقط عناصر مذابة داخل المعدن. About 60% of the manganesium oxide in the charge will be reduced، وبالنسبة لأكسيد المنغنيزيوم بالشحنة will be reduced and enter the iron، هو نفس الشيء أكسيد المنغنيز هم قللنا نسبته ودخل ضمن الايرون. The slag takes up the remainder in the form of dissolved MnO، وراح تروح هذه الأكسيد المنغنيز ويا السلاك بشكل أكسيد المنغنيز. While there is scope will control of the silicon silver control of the hot metal، وهذه نقصد بها الاسكوب يعني مغرفة، يأخذون غرفة يسوون يفحصوها to control
of the silicon silver content of the hot metal. ياخذون العينة يختبروها قبل ما يفرغون يشوفون ايش قد نسبة هذه العناصر صارت. There is no way to prevent all the phosphor from revert to the material. وماكو في الطريقة ممكن نتخلص بيها من جميع هذه العناصر بالهوت ميتال. In some plants there are facilities for external treatment of the hot metal. بعض المصانع عندها وسائل facilities وسائل external treatment يعني معالجات خارجية for the hot metal للهوت ميتال الناتج. يعني بعد ما حصلنا على الهوت ميتال ممكن نسوي له معالجات خارجية يعني ثانية تسبق prepare to the charge into the steel making furnace. يسوي له معالجة خارجية قبل ما ينقلونه إلى مصانع إنتاج الستيل حتى يقللون من نسب هذه العناصر إلى الحد المقبول. This can take various forms. وهذا ممكن يأخذ أشكال مختلفة such as injection of gases contain interior fine material into the turbine. هذه الطريقة اللي جاي يحكيها إنه مو كلش مهمة ما ندوهكم بيها انه الطريقة اللي جاي يحكيها شلون يقللون هذه النسب هذه العناصر. يقول يضخون غازات الى داخل البوادق اللي قلنا عليها صبوا بيها الهوت ميتال حتى يصير عندنا تفاعلات ويتخلصون من هذه this may be oxidizing such as centrifuge to decrease the silicon or اي هذا كله جاي يحكي شلون راح يقللون هذه النسب هذه مو كلش هذه الفقرة مو كلش مهمة فلا تدوخون بها. If the silicon content is sufficiently low it is possible to which may be benefit for steel making. فهذه يقصد بها desulfurization desiliconization هذه هي عمليات عملية إزالة كل عملية نحط لها دي يعني إزالة صير دي سيليكونايزيشن عملية إزالة السيليكون دي سلفرايزيشن عملية إزالة السلفر دي فوسفورايزيشن عملية إزالة الفسفور وهكذا. More react the desulfurization هذه فقرة مو مهمة فهذه منا إلى هنا هذه مو مهمة فهذه نكمل على الجزء الثاني من المحاضرة.